انت متأكد يا طارق من المعلومات دي؟ طبعا يا معالي الوزير، الراجل بتاعنا هناك هو اللي بلغني بالمعلومه دي، وانا شايف يا فندم ان الحوار بتاع الصحفي اللي اسمه شكري ده لو نزل هيعمل قلق جامد جدا في البلد، عشان كده انا بطلب من سعادتك انك تسمح لي ان انا اتحرك واتعامل، وخصوصا الملف بتاع صفوت سلطان ده معروف في الجهاز كله ان هو بتاعي، فلو التحقيق اتنشر هيتقال عليا ان انا فاشل في مهمتي، وده ما يرضيش سعادتك، فانا بطلب من سعادتك انك تسمح لي بس ان انا اتحرك. انا مش فاهم الراجل ده بيفكر ازاي، مش مقدر الخطر اللي هو فيه. واضح يا فندم ان احنا لما اتكلمنا معاه باللين تخيل ان احنا ما نقدرش نعمل معاه حاجه اكتر من كده. ماشي يا طارق، اتحرك، بس ما تزودهاش. تمام سعادتك. يا اهلا وسهلا. اهلا يا ابني. اهلا يا حبيبي، اتفضل. اهلا ماما انيسه، ازي حضرتك؟ ارجو ان انا ما اكونش جاي في وقت مش مناسب. كلامي اللي بتقوله ده بيتك، هو بيت اخوك مش يبقى بيتك برضو؟ طبعا اكيد. اتفضل ارتاح يا حبيبي. اتفضل. انا جاي اقولك ان انا بغيب عنك كتير، ومش المفروض اقطع زياره كده. اصيل يا عادل، اصيل يا ابني. تشرب ايه يا حبيبي؟ لا ولا حاجه، استريح. ليلي الاول، اخبار صحتك ايه؟ والله يا ابني بالنسبه لسني واللي انا شفته في الدنيا يبقى كده كويس قوي، في نعمه الحمد لله يا عادل. انا بصراحة يعني أنا قلت لك قبل كده تعتبريني زي علي بالظبط، لكن أنت ظاهر خدتي كلامي على أساس إنه مجاملة وبس. كلامي اللي بتقوله ده، أنت فعلا زي علي بالظبط، ومن قبل ما تقولها أنا بعتبرك زي ابني. صحيح بتأثر في زيارتي، لكن معلش أنا مسامحة، الدنيا تلاهي. أنا من هنا ورايح مش هغيب أبدا، أنت عارفة كل ما بفكر في علي لازم افكر فيك انت كمان. ده طبيعي، علي موجود هنا، علي ما بيفارقنيش ابدا يا عادل. اسم بيتك مش حاسس انه قاعد معانا دلوقتي؟ طبعا، وتلاقيه فرحان كمان عشان قاعدين سوا ونتكلم عنه. علي قلبه طيب قوي، أنا عارفة ومتأكدة إن ربنا مرضيه. الله يرحمه ويحسن إليه. قولي لي بقى يا ماما أنيسة، أخبار علي الصغير إيه؟ الحمد لله زي الفل. تعرف يا عادل، وأنا قاعدة معاه بحس إن الزمن رجع بيا 50 سنة لورا. يا ريت يا حبيبي تخلي بالك عليه، أنا مش عارفة أنا قاعدة معاه قد إيه. ربنا يخليك يا ست الكل ويديك الصحة يا رب. والله يا ابني أنا مشتاقة أمشي، كل حبايبي راحوا، توفيق البدري وعلي أختي وأبويا وأمي ورؤية وكمان علي، وحشوني قوي يا عادل. انت ناوي تسيبيني انا وعلي الصغير وباسل وشيرين كمان؟ شيرين ده انا لسه مكلمها اول امبارح في التليفون في النمسا، خالها قال لي انهم يمكن يجوا قريب. ربنا يحميكم ويخليكم لبعض. صدقني يا عادل، انا ما بشوفك قلبي بيفرح عشان خاطر اخوك. اوعى تتأخر عليا في الزيارة، توعدني يا عادل. أوعدك. ازيك يا قاضي أيمن حبيب خاله؟ يا عادينك فيكوا شر الرزلين. الشر ده اللي انت كنت قاعد بتحضره دلوقتي يا رزل. دي كاس الملبس اللي بنسترزق بيها، مالك في ايه؟ ملبس؟ على انا برضو يا صرادق. يا ابني امشي عدل يا ابني. امشي عدل، والله العظيم ما هسيبك،
اقسم بالله ما هسيبك. خش جوه هذا يا ايمن. انا عايز اعرف يا جمعه بقى انت عايز مني ايه؟ افرض يا سيدي ان انا بتنايل بتجري في الممنوعات، ابقى انا بس اللي بعمل كده؟ طب والمسكي ما بعمل كده؟ والمسكي يا ابني خاف على مستقبلك، خاف على مستقبل ابنك حتى. اهلا اهلا يا جمعه يا حبيبي. اهلا منور يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا هند. ازاي سرادق انت؟ لا معاك حاجه ولا ايه؟ سليم. وانا لو كنت لقيت مع حاجه كنت انت هتيجي تلاقي قاعد القعده دي؟ الحمد لله. طب نجيب ايه بقى؟ اجيب العشاء؟ سرادق حسن يا سرادق. قابل يا معلم، جالك زبونه حلو. زبونه ايه انت راخر؟ ده واحد صاحبي بنلعب سوا بلاي ستيشن. بلاي ستيشن عليا انا برضه سرادق الكلام ده؟ بذمتك؟ طب احلف كده. والمسكي زي ما بقول لك كده. والمسكي تاني؟ والمسكي يا اخي والله العظيم المسكي دي هتجيب دولافها بسببك. انت حر يا سرادق، انت حر. انا مش عارف احلف لك بايه تاني. تحب احلف لك بالعتبه؟ انا نازل يا ام البطل. سلام يا ابو البطل، ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه يا اخويا. تعالى هنا بس. رايح فين؟ سيب الراجل في حاله، تعالى اعمل لك شاي. شاي بس يا هند؟ الله يخليك، النبي سيبيني اشوف شغلها. شيخ مالها زهر؟ وصيفه بنتها بتقول لي انها راجعه متغيره وطرقتها في الكلام حتى. ده طبيعي، مش المفروض تسيبها تتربى عند عمها في لندن؟ والبني ادم في السن ده بتتكون شخصيته. ما هي كمان كانت بتتعلم احسن تعليم وفي النهايه مع عمها. يا عمر، في السن الصغير ده البني ادم بيبقى محتاج لامه اكتر حاجه في الدنيا، وزهره المفروض تكون عارفه الكلام ده كويس. والله يا عادل، زهره اختك صعبانه عليا، فكرني بنفسي بالظبط. صغرها وهي بتتعذب، عاشت سنين بعيدة عن والدتها، فقدت الراجل الوحيد اللي حبته. تقولي ايه؟ انت واعي اللي بتقوليه؟ ايه عاد؟ وانا بقول ايه؟ انت مش قلتي انها عاشت بعيد عن امها وفقدت الراجل الوحيد اللي هي بتحبه؟ مش ده اللي انت قلتيه؟ انت هتتصيد لي يا عادل؟ انا كنت بتكلم عن موضوع والدتها. وبعدين يا عادل، انا كمان عشت سنين بعيد عن امي. بعدين افتكرت عالي الله يرحمه. بعدين كملت كلامي. عمر احنا كبرنا، تفكري كويس قوي في الكلام اللي انت بتقوليه قبل ما تقوليه. والله بقى يا عادل، لو هنتصيد لبعض الاخطاء فانا عندي كتير قوي منك يا عادل. ايوه، وساكته وبلها مش قادره اتكلم. ما تتكلمي، ساكته ليه؟ هتكلم يا عادل بس مش دلوقتي. ايوه حاضر. مساء الخير. اهلا. مساء النور. الاستاذ عادل البدري موجود؟ ايوه يا فندم. نقول له مين حضرتك؟ عباس لبيب، منتج سينمائي. ايوه وحيد، خلصت الحوار بتاع شكري؟ طب ابعتوا لي على الميل، عايز اراجع. لا انا خلاص يعني اوصل البيت ورا على طول. اراه اول ما اوصل البيت. يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انتوا مين؟ الله الله، في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انتوا مين؟ في ايه طيب؟ في ايه؟ انتوا مين يا جماعه؟ طب واخديني على فين طيب؟ شكر، انا نسيت اعتذر لك اني جيت من غير ميعاد، بس اعمل ايه؟ انت لا بترد على موبايل ولا على الرسائل اللي انا بعتها لك. وأنا آسف، لكن بصراحة أنا كاره الموبايل. زمان كنت بترجع البيت وتعرف إن في مشكلة، أما دلوقتي تلاقي المشكلة بتجري وراك، وعلشان كده
أنا قررت ما أخليهوش يسيطر على حياتي. لا في الأول بس. المهم إيه رأيك في الكلام اللي أنا قلته لك؟ بصراحة حضرتك فكرتني بمنتج جالي من كذا سنة، بس الفرق كبير. هو ما كانش عنده فكرة عن الشغلانة خالص، كان معاه سيناريو وعاوزنا نخرج. سألته سؤال، اشمعنى؟ وأنا دلوقتي بسألك نفس السؤال. يا أستاذ عادل، أنت راجل موهوب، وأنا تابعت شغلك زمان وشفت فيك حاجة مش موجودة في أي مخرج من اللي موجودين دلوقتي. أنت مشكلتك إنك خيالك كبير وواسع، وده شيء بيحتاج إمكانيات عشان تحقق، ولما خيالك ده ما يتوفرلوش التمويل المناسب يطلع بايخ سخيف. أنا هضرب لك مثل، فيلم زي تايتانيك مثلا، لو جات شركة على قدها في مصر هنا تنفذ نفس السيناريو هيحصل إيه؟ هتغرق في مكانها في المين. شوف، مع إنه نفس السيناريو بس الفرق في الإمكانيات، وده اللي أنا هقدمه. طب هو حضرتك يعني عندك سيناريو معين عاوز نفذه؟ سيناريو واحد؟ سيناريوهات. أنا مش داخل أعمل عمل وجري، لا، أنا بأسس شركة ضخمة بإذن الله هتكون الأكبر في الشرق الأوسط كله. أنا مش لوحدي على فكرة، أنا معايا شركة كتير، وكلنا بقى حلمنا إن إحنا نحط السينما المصرية في مسار السينما العالمية، وعايزينك انت بقى والمخرجين الموهوبين امثالك يشاركونا الحلم ده. بصراحه يا فندم انا بقالي فتره كبيره جدا بعيد عن السينما وعن التطور اللي حصل في المعدات، وما كنتش متخيل ابدا ان انا ممكن ارجع ورا الكاميرا، فانا بطلب من سيادتك يعني شويه وقت علشان الموضوع محتاج تفكير. ازيك يا صفوة بيه؟ ايه رايك في الشغل الامريكاني ده؟ عجبك صح؟ بس خلي بالك العدد اللي جاي هيضرك، مش هيفيدك. انتوا مين وعايزين ايه؟ احنا مين؟ احنا ناس زعلانين منك. عايزين ايه؟ مش عايزين حاجه، عايزينك تضحك. انت سمعت صحيح عن راجل اترمى في الصحراء ولبسه الداخليه؟ سمعت صح؟ قول لي سمعت. سمعت صح؟ سمعت. سمعت. طب سمعت قبل كده أو صحيت من النوم راجل كبارة كده زيك محترم اختفى من الدنيا كأنه ما جاش خالص؟ قول لي سمعت. سمعت ده؟ سمعت. بص يا صفوت بيه، لم نفسك، حظك حلو، الناس اللي زعلانين منك قلبهم حنين قوي، بس خلي بالك قلبتهم وحشة. أوي. اسمع عزفني، حاجتك اللي انت مخزنها عندي في الخن دي تخفيها، ما تنزلنيش، انا مش ناقص قلق. الله، انت مش حاططها في الخن، وبعدين ما انت كده كده بتاخد حق التخزين. خلاص ما يلزمناش، بطلنا، هشاركك بعد كده في المصلحة واخد حقي، غير كده الحاجة لو ما اتحطتش عندك أزينهم مش هيبقى في مصلحة لا ليا ولا ليك. انت عارف جمعة قاطرني في الطلعة والنازلة وما بيخلينيش احط حاجة في الشقة خالص. يا سبحان الله، جبت في سيرة القط جه ينط ومتداري ورا العربية عشان يقطرك وانت خارج. الله يخرب بيتك يا جمعة. طب بقول لك ايه، صاحبك مجدي غانم عايز لوكشة حلوة، وانا لو خرجت جمعة هيقطرني، انت اللي هتودي الحاجة دي لمجد. طلع، انت مش هتسكت الا لما تحبسني. امر الى الله، اعمل نفسك رايح الحمام وجمعة هيطلع وراك، وانا ومركب الجناحات وطاير على مدى، وعايز حتة بكام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمور يا مزمزيت. هو فين عم يوسف دهب صاحب المحل بتاع الجزم اللي هناك دوت؟
انا يا بنتي اي خدمه؟ انا توبه. نعم توبه السيد اللي كانت كلمتك عنها الحاجه سناء، يعني عشان الشغل في المحل عند حضرتك. اهلا وسهلا يا بنت. اهلا بحضرتك. ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا صفوت؟ مين اللي عمل فيك كده؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة، أنا كويس. ازاي مفيش حاجة؟ طب تعالى. ايه اللي حصل لك؟ مالك؟ مفيش حاجة، كويس كويس يا هناء. يا حبيبي أنا بس بطمن عليك. خناقة مع شوية عيال صيع كده والتليفون ضاع. أنت كويس؟ كويس كويس يا هناء. فين التليفون بتاعك؟ طب ثانية واحدة. أنا صفوت سلطان، مش وقت وبتكلم من تليفون مين. اسمع، إلغي الحوار بتاع شكري، ما ينزلش في العدد بتاع بكرة، ما ينزلش بأي تمن، اتصرف. ماشي ماشي، أوكي. سلام سلام. يا ابني يا حبيبي ارحمني، اعمل معروف. قلت لك بدل المره مليون. بوستر حبيبي يا رسول الله على ايدك اليمين، بوستر قطع الجبنه الدنماركيه على ايدك الشمال. اظن واضحه، مش محتاجه معجزه يا معلم. انا مش فاهم ايه علاقه البوستر الاولاني بالبوستر الثاني، وايه علاقه الدنيا بقى دي بالموضوع ده؟ يا رب يا رب صبرني على نبائك واسرك، صدق اللي سماك قرموط يا معلم. طب فهمني. طيب هفهمك يا حبيبي، مع انك من نادر انك فهم. الجماعه الدنماركيين دول غلطوا في ديننا وغلطوا في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، عشان كده لازم نقاطع الجبنه بتاعتهم عشان نخسرهم الجلد والصق. وضحت؟ وضحت. بس احنا بنشتري الجبنه من عند عم شلال، وعم شلال ده مش دنماركي، ده مش فيوم يا حبيبي. عمك شلال دنماركي اساسا، بس ما بيقولش المصحف. ايوه يا حبيبي دنماركي. اخلص اخلص لما اشوفه. لا انا مش هسكت، انا راح دلوقتي اسجل اوبريت غنائي ردا على الاساءه دي. اوبريت غنائي كده مره واحده حاجه كبيره يعني، كده زي وطني حبيبي ووطني الاكبر يوم ورا يوم امجاده بتكبر. لا يا عم ده اكبر بكتير. هتعمل حاجه لعلي حميده ولا ايه؟ لا العبد لله نصر القرن مطرب القرن ونجم الاغنيه الشعبيه عزه البرنس، والاضافه مع عم جمال شامبو. جمال شامبو قشطه، ده كده الدنمارك كلها هتستحمى. يخرب بيتك يا ناصر، ده انت طلعت عيل فقر. خد ده يا رموز يا معلم، سوي الترابيزات كده وورق الدنيا ورش ميه، النهارده ماتش مصر وكله التافه. ما تجيب لنا الاخبار يا رموز، بيقولوا في مركب غرقت ومات ناس ياما. يا ساتر يا رب. بسرعه غرق عبارة مصرية في حادث مأساوي، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص معظمهم من مواطنين المصريين. وكانت العبارة تدعى عبارة السلام 98، حيث كانت قادمة من مدينة تبوك بالسعودية متجهة إلى سفاجة. يا ود الله، ألف راكب مرة واحدة؟ حسب الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده. يا نهار اسود، لكن دي المركب اللي راجع فيها الشحات ومراته وابنه جمال اللي ساكنين فوق الست أنيسة. بونسوار ليلي. بونسوار ماما. تفتكر مين معايا؟ مين؟ بونس ان بو. تفضل مسيو. بونسوار. أمير؟ لازم ياخدوا اللابتوب، مش هيسكتوا لك كده. انت عارف ده معناه ايه يا امير؟ عارف يا بنت نظير، معناه سلامتك، بس ما تفكريش كتير، حتى اللي انت خايفه منه انا هعرف اتصرف فيه ازاي. انا من هنا ورايح، مش عايزك تقلقي من اي حاجه. انا جيت مصر هنا علشانك، مش علشان اي حاجه تانيه. كل مخاوفك وكل همومك ارميها على ظهري. اوكي. بس انا متضايقه. وانت طيبه. يلا كملتي. لا ما بلاش احرج بقى، اسالي جوزك. والله انا سبت ميعاد مهم جدا.
عشان اجي وطفي تورته عيد ميلادك. يا حبيبي. هو البي جوزك تاخر ليه؟ يا حبيبي ما انت عارف ظروفه برضه. ظروفه. على فكره انا لغايه دلوقتي مش راضي عن الجوازه دي. اخت صفوه السلطان تتجوز واحد متجوز مش راكبه في دماغي. سبحان الله. ما انت اللي معرفنا على بعض. وكنت مبسوط قوي ان احنا هنتجوز. اللي حصل بقى؟ اولا انا عرفتكم على بعض عادي يعني مجرد صدفه. ولما جيت اقدم لك وانت وافقتي انك تتجوزيه في السر قلت اكيد انت ست ذكيه وهتجبريه مع الوقت انه يطلق زهره ويبقى لك لوحدك. بس يظهر كده انه مش سعيد معاكي. بالعكس بقى ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده سعيد معاها جدا وكمان بيموت فيها. يا ريت انت تحبني زي ما بيحبها. ايه اللي بتقوليه ده هنا؟ ده انا كل اللي حواليا بيحلفوا بحبي واخلاصي ليكي. ما باخدش من اخوكي غير كلام برضو. لا. كده صدقي. مساء الخير. مساء الخير. انا اسف جدا لتاخيري عليكم. لا ولا يهمك. ايه استنيت لغايه ما تنايم الهانم؟ طب احنا هنقوم نجيب الشمع والاطباق. اتفضل. ايه لازمه الكلام ده دلوقتي يا صفوت؟ اكون فاكر ان انا جاي عشان اطفي الشمع والكلام الفارغ ده ليه نغه؟ انا جاي النهارده عشان اضع حد للجوازه دي. انا لا موافقت على جوازكم عشان انت لمحت لي ان جوازك من زهره غانم مش هيستمر. انا مش فاهم بقى انت متمسك بيها قوي كده؟ صفوت انا لما جيت طلبت ايد شيروت كنت واضح جدا واتفقت معاك اننا مش هنعلن الجواز مؤقتا. مش هنعلن مؤقتا. وبعدين ما جت وطلبت منك الطلاق مستني ها؟ وبعيدا بقى عن اختي استمرار جوازك من زهره غانم ده معنى انك تفضل طول عمرك صحفي ضعيف على الهامش لانك مناسب النظام اللي انت بتعارضه. طب تيجي ازاي دي؟ انهي جريده معارضه محترمه هتثق فيك؟ انت عارف بيسموك ايه في الوسط الصحفي؟ عارف شهرتك ايه؟ الامناكي. على فكره بقى يا كريم انا زعلانه منك قوي. ليه؟ كل ما اقول لشروات تعالوا اقعدوا معانا شويه تقول لي كريم مش راضي. معلش هي ظروف كده ومسيرها تتغير. يلا يلا قوموا بقى انتوا الثلاثه كده عشان اصوركم صوره حلوه بالمناسبه الجميله دي. يلا بينا. يلا بلاش بلاش ليه يا سي كريم. يا عم قوم بقى وخلي ليلتك تعدي. ما يلا تقوم. ايوه الابتسامه الحلوه بقى الابتسامه الحلوه. ايوه كده مظبوط قوي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا حبيبي. يا زهرة بتعملي ايه؟ مسافرة كام يوم انا وبنتي وصيفة. مسافرة؟ وانا بقى المفروض اخر من يعلم؟ لا ما انا كنت هقول لك وانا مسافرة النهاردة؟ انا لسه مسافرة بكرة. عندي سفرية سرية تبع الحزب. سفرية سرية؟ يعني ايه سفرية سرية؟ يعني زي ما سمعت. ايه؟ عايزني احكي لك تفاصيل السرية عشان تلحق تحكيها لصفوت بيه سلطان قبل العدد اللي جاي يدخل المطار. كفاية كده بقى يا زهرة ما اسمح لكيش. انت كده بتهنيني. عايزك تعرفي وتتاكدي من حاجه واحده بس. انا عمري في حياتي ما طلعت سر من اسرارك لاي مخلوق. فاهمه؟ لا مش فاهمه. ونقفل بقى موضوع صفوة السلطان ده خالص عشان ما سمعكش كلامي يضيع. وتفضل بره الاوضه لو سمحت. سيبني لوحدي. ماشي يا زهر ماشي ماشي. ارمي ليك يا استاذ.
اردت والله زي وشك سكر زيادة يا ولد. نازك 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 يا فندم نازك أين نازك أنا؟ مالك؟ أنا بموت. الحقيني الأنسولين من التلاجة. الحقيني بسرعة. أنا مش فاهمة حاجة. الأنسولين يا نازك. الأنسولين. الأنسولين. استنى الأنسولين ده فين؟ الأنسولين في التلاجة. الحقيني أنا بموت. التلاجة فين؟ الأنسولين في التلاجة والتلاجة في المطبخ. طلعت في ايه؟ مالك؟ اللي جرالك يا طلع الحقوني طلع اجيب دكتور اجيب دكتور طلع دكتور سلطان يا ولاد اسمعني يعني وركز معايا كويس تنفذ اللي هقول لك عليه بالظبط عشان انا هقفل الموبايل وهختفي خالص ده مره ثلاثه يوه يا قمر مش عارفه ان انا عندي هوا النهارده الو ايوه يا عادل اتصرف وتعالى لي حالا بواب العماره عند مامتك بيقول ان هي خرجت من ساعتين ومحدش عارف عنها اي حاجه يا نهار ابيض نزلت ازاي وطلعت سامح بكده ازاي انا جايلك حالا حسن شيل انت مكاني لازم امشي تمشي ازاي يا استاذ عادل احنا مصدقنا ان مشكلتك اتحلت واداره البرامج الرياضيه رجعوك امي عندها الزهايمر ونزلت لو تاهت هتبقى مصيبه اتصرف Thank you.
تميم انت بتعملوا ايه يا فوطة؟ استاذ كريم انا عايزك تهدى خالص من فضلك، احنا اللي من حقنا نسالك السؤال ده. من حقكم؟ يعني ايه من حقكم؟ انا بلغ البوليس بيتي. اهدى بس شويه، هو مش البيت ده ملك المدام زهره سليمان غانم؟ ايوه زهره مراتي. طيب زوجة سعادتك وقعت عقد مع الحزب بتاعنا بالايجار لمده 10 سنين، يعني انت دلوقتي نايم في المقر بتاعنا، قلت ايه؟ مقر؟ يعني ايه مقر؟ لا ده انتوا اكيد نصابين، انا فعلا هبلغ البوليس. طب وعلى ايه وعلى ايه ده كله؟ انا قلت لك اهدى، كلم مدام زهره وتاكد منها بنفسك. بسيطه. ده انا معلش نسيت اقول لك انها قفلت الرقم ده وغيرته من شويه، وقالت لي لو الاستاذ كريم طلب منك الرقم اوعى تديهوله. بالمناسبه هي بعت لك معايا صوره من عقد الايجار وجواه ورقه هي بعتها لك. اتفضل. اللي انت عملته ده يا كريم اتفه بكتير من اني ارد عليه او انتقم، لانك ما تسويش حاجه عندي. اشبع بصفه سلطان واخته، انتوا كلكم على جزمتي، واللي قدامك دول لو حاولت تقاومهم هيهينوك، هيهينوك قوي، فاخرج معهم باحترامك وانا مستنياك عند المأذون. هتلبس حاجه ولا حابب تيجي معانا بالبيجامه؟